لا احنا اليوم اجتمعنا في مقر المعتمدية بحضور السيد المعتمد وبحضور السيد رئيس البلدية بحضور مجموعة من أحباء الهلال. الموضوع متاعنا هو إنقاذ الهلال الرياضي بمساك راهو الجمعية هذه جمعيتنا الناس كل احنا مساكنية باسم الجمعية هذه مستعدين ضحيوا كل شيء. ندائي لكل أحباء فقط أنه نوقفوا مع بعضنا. فما هيئة جديدة الآن مش تشرف على فرع كرة اليد كبداية لمرحلة الإنقاذ. نحطوا يدينا في إيدين بعضنا الناس الكل ونحاولوا باش ننقذوا هالجمعية هذه. مش نخدموا مع بعضنا، مجموعة متكاملة، مجموعة متكاملة من الأحباء الغيورين على الهلال، وعندنا حتى مصلحة، فقط إنقاذ الجمعية. هذا نداء للأحباء. توقفوا معنا فقط، نوقفوا معنا باش نعديوا الموسم هذا الصعيب. هو موسم صعيب على الرياضة الكل، ولكن جمعيتنا احنا أولى بها. مش باش يجي الغريب باش يوقف لنا الجمعية نتاعنا، احنا نوقفوا الجمعية نتاعنا، واحنا مدين يدينا للناس الكل كي. وإن شاء الله نلقاو حل، ونلقاو تجاوب من عندكم. أني ندائي هذه الأحباء للهلال المساكن، لرجال أعمال في رجال في مدينة مساكن، للناس الكل اللي تحب مساكن، هذا هو ندائي فقط. راهو فما ناس مش تحب تخدم الجمعيه وداخله باش تخدم الجمعيه. نحطوا يدينا في يدين بعضنا وننقذوا جمعيتنا فقط. نحن كهيئه نحاولوا بطبيعة الحال نعاونوهم ونوفروا لهم يحتاجوا عليه، وهذا تعودوا به من سنين طويله معي يعني مع سي عز الدين مع الاطراف الكل. يعني نحاولوا نعاونوهم باللي نجبوا ونحاولوا زاد نوفروا لهم يحتاجوه، ونحن بطبيعة الحال هما معناها يحاولوا ينزلوا شويه واحنا زاد نسعوا لهم وان شاء الله نلقاو وجهة نظر مشتركة ونحاولوا ننقذوا الجمعية. هذا هو هدفنا، ما يهمنا في حد شيء، المهم الجمعية ما تتحلش وما ننقذوها هكا. نوجه دعوة لحباب باش يلتفوا حول الجمعية ويعاونوا ماديا وأدبيا ورؤساء الأموال كيف كيف. عندنا مشاكل كبيرة مادية للباري وجورات من حقهم باش يطلبوا مستحقاتهم، وثم مصاريف معناتها بالنسبة للكاتيجوري كل لي جون ولا سينيور، ثم تنقلات، ثم برشا حاجات معناتها لازم توفر. دونك نداء للناس الكل، المساكنين الكل، باش ناخذوا ليكيب. راهو عندنا ليكيب هايله نتاع هوند وعندنا تاريخ كبير نتاع هوند، ما لازمناش نخلوها تضيع كومبليتمون. هذه فريمون تقعد وسط متعارف في مساكن ومسؤولين والناس الكل معناتها يتحملوا مسؤوليه فيها. هذه فرصه معناتها باش ناخذها، ما نضيعوش فرصه هذه، وان شاء الله نوصلوا لنتيجه باهيه مع بعضنا.